ومن ضمن ما يقرب من حوالي 600 متدرب هنكرم الستين الأكثر توفيقاً المهندسة نورهان السيد نعمان جامعة المنصورة 2022. مهندسة نورهان المركز الستين. الرحمن مصطفى كامل جامعة المنيا 2022 حصل على المركز 59. والمركز 56 مهندس محمد أحمد عبد الوهاب جامعة طنطا 2022. المركز ال 54 حصل عليه المهندس عبد الرحمن مبارك جامعة الأزهر 2022. والمركز 53 المهندسة نادية أنور عبد الستار جامعة الفيوم 2022. المركز 53 حصل عليه المهندسة هاجر متولي جامعة المنصورة 2021. المركز 51 المهندس محمد حسين أحمد عين شمس 2021. المركز 48 المهندس عمرو شعبان جامعة الأزهر 2021. مركز 46 مهندس صالح عطلة جامعة الفيوم 2022. المركز 45 حصل عليه المهندس محمد الجزاوي جامعة طنطا 2022. المركز ال 44 مهندس عبد الرحمن محمد نصر الدين جامعة الأزهر 2022. المركز 43 حصل عليه المهندس عبد المنعم نجيب جامعة المنيا 2022. المركز ال 42 مهندس محمد ياسر الرشيدي كفر الشيخ 2021. المركز 41 المهندس لطفي توفيق جامعة المنصورة 2022.
المركز الأربعين مهندسة هناء سعيد جامعة الفيوم 2022. مهاب فتحي جامعة شبرا 2022. المركز الخمسة وثلاثين مهندس محمد أنور الأزهر 2022. المركز 34 المهندس محمود أسامة جامعة الأزهر 2021. المركز 32 مهندس ماريو مجدي جامعة القاهرة 2022. المركز 31 المهندس محمود عدلي جامعة الأزهر 2022. المركز 30 مهندسة ياسمين شعبان جامعة المنصورة 21. المركز 29 المهندس محمد إبراهيم جامعة الأزهر 2022. المركز 25 مهندس المركز 25 مهندس أسامة صادق جامعة الأزهر 2021. المركز 24 مهندس أحمد محمد سامي جامعة الزقازيق 2021. المركز 23 مهندس أحمد طاهر جامعة الفيوم 22. المركز 21 المهندس حسام عصار جامعة اسكندرية 2022. المركز 20 مهندس محمود أحمد شاكر عين شمس 2021. مهندس محمد حسن جامعة الفيوم 2022. المركز 17 مهندس محمد هشام جامعة طنطا 2022. المركز
16 المهندس عبد اللطيف عبد الفتاح جامعة الأزهر 2022. عبد الفتاح محمد عبد الفتاح. والمركز ال 15 مهندسة آية خليفة جامعة الأزهر 2022. المركز ال 14 مهندس محمد علي إبراهيم أكاديمية الشروق 2021. المركز ال 13 مهندس محمد البطل جامعة المنصورة. المركز ال 12 المهندس بدر حسين جامعة الفيوم 2022. المركز ال 11 مهندس محمد فاروق أكاديمية الشروق 22. المركز العاشر المهندس أحمد أنور ربيع جامعة كفر الشيخ 2021. المركز التاسع مهندس مصطفى اسماعيل جامعة طنطا 2022. المركز الثامن المهندس يوسف عاطف جامعة الأزهر 2022. المركز السادس المهندس حمدي ياسر حمدي شبرا 22. المركز الخامس المهندس خالد يحيى بدر علواني جامعة كفر الشيخ 2021. المركز الرابع مهندس احمد دخل الله بنها 2020. المركز الثالث المهندس احمد فوده محمد جامعه الازهر. والمركز الثاني المهندس الحسين السيد الفيوم 2022. أما المركز الأول فكان من نصيب المهندس حسين إبراهيم منسي جامعة اسكندرية. مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك مبروك مبروك.
مبروك يا حياة قلبي مبروك.